مين الجداد، مين اللي حافظ على منصبه، مين رجع راح ورجع. حتى تابع الجردة مع مديان رضوان. مدربون حافظوا على تواجدهم في الدوري، 8 منهم مع نفس الأندية و3 مدربين غيروا الشعار، فمن حافظ ومن عاد ومن هم الجدد. الباقون مع أنديتهم هم 7 مدربين: البرازيلي كاريل في الاتحاد، السعودي خالد العطوي في الاتفاق والفتح بقيادة البلجيكي فيريرا، والكرواتي ريزيتش مع ضمك، كما استمر الإنجليزي نيستور أيلمايسترو مع التعاون، كما فعل البرازيلي مانو مينزيس مع النصر، واستمر الطائي مع نفس المدرب الذي صعد به لدور الأضواء وهو التونسي محمد الكوكي. فيما انتقل الألباني هاسي من الرائد إلى الأهلي، واعتمد الرائد على مدرب العين السابق الإسباني بابلو ماشين، وأخيرا البرازيلي شاموسكا انتقل من الفيصلي إلى الشباب. القادمون الجدد وصل عددهم إلى 6 مدربين وهم على التوالي: البرتغالي ليوناردو غارديم مع الهلال، الإيطالي بابلو تريمازاني مع الفيصلي، أبها وقع مع المدرب السلوفاكي مارتن سيفيلا، الصربي لالاتوفيتش مع الباطن، الحزم تعاقد مع البرتغالي هيلدر كريستافو من درب النصر والاتفاق سابقا، وأخيرا الصربي رازوفيتش مع الفيحاء. جنسيات المدربين من 12 دولة: البرازيل ب3 مدربين، ثم البرتغال وصربيا بمدربين، والبقية بمدرب من كل جنسية. أكبر المدربين عمراً هو البرازيلي مانو مينزيس مدرب النصر، حيث وصل إلى 59 عاماً، فيما يعتبر الإنجليزي نيستور إيلمايسترو أصغر المدربين في الدوري ب38 عاماً. مدني رضوان، صدى الملاعب.